حبيبي تبارك الله عليك وشكرا لك على كل المجهود اللي قمتي به والمشاركه القيمه ضمن فعاليات المهرجان. شكر خاص لفريق مهمة جرد وتوثيق ممارسة ماطا من وزارة الثقافة، شكرا لكم جميعا. واللحظة شهادة تقديرية وتكريمية للصحفي دريس اليعقوبي، فليتفضل مشكورا. تبارك الله عليك سي اليعقوبي، شكرا لكم سي اليعقوبي على كل المجهود، تبارك الله عليكم. شكرا لأمينة، شكرا للحضور الكريم، كل واحد باسمه وصفته. اجنوا زلدة القراني ويعين الزمارة المزيلة. أدعوكم للتصفيق على المنشطة الإعلامية الرائعة التي وسيلة، شكرا. وسيمة بوحداد، وكان لي الشرف أنني نجي خصيصا من فرنسا باش نلبي دعوة سيدنا بالبركة، شكرا. والآن تعاونية الدخلة، مرحبا بك، شرفتينا بالحضور، تبارك الله عليك. التعاونيات الصحراويه كانت حاضره معنا بقوه ودائما غادي تكون حاضره معنا كضيف شرف المهرجان. السيد نبيل بركه رئيس المهرجان كيقدم لنا الشهاده التقديريه على المشاركه، شكرا لكم جميعا. شكر خاص لكل الشركاء الرسميين الداعمين للدورة 11 لمهرجان ماطا الدولي للفروسيه تحت الرعايه الساميه لصاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله وأيده، المهرجان تحت شعار ماطا تراث الإنسان وملتقى للثقافات. المواطنة الصادقة والتمسك بالوحدة الثقافية للمملكة المغربية ممثلة يا مولاي في هيئات ثقافية ومؤسسات إعلامية وتعاونيات فلاحية. إن المهرجان الدولي لفروسية ماطا يا مولاي، والذي حافظت عليه الأجيال لقرون زمنية طويلة، اكتسى بفضل الرعاية السامية صبغة دولية تمكننا يا مولاي وفق التوجيهات الملكية السامية من فتح ومد جسور التواصل الثقافي يا مولاي مع مختلف الحضارات الإنسانية، أملا يا مولاي في تعزيز أسس الدبلوماسية الثقافية والروحية والسياحية والاقتصادية باعتبار قطبية المغرب يا مولاي بإفريقيا الممثلة هذه